انفجار غامض وكبير طال العمق الإيراني خلال 48 ساعة الماضية. العديد من الوكالات الإيرانية المهمة نقلت تفاصيل هذا الانفجار مثل مهار نيوز وإسنا وغيرها من المصادر الإيرانية، وكانت هذه هي اللحظات الأولى لطبيعة هذا الانفجار الذي طال العاصمة الإيرانية طهران، وتحديدا في سوق الحديد في شاد أباد. قتل 3 أشخاص، جرح العديد جراء هذا الانفجار، والسلطات الإيرانية لم تعطي أي تفسير واضح لماذا حدث هذا الانفجار بهذه الطريقة. وإذا ما دققنا بطبيعة هذه المنطقة سنجد أنفسنا بأننا أمام موقع مثير للاهتمام كان قد تعرض لهذا الانفجار. نلاحظ بأننا أمام طريق عام، أمام حفريات، وكذلك نلاحظ بأننا أمام هذا المبنى المميز الظاهر أمامنا، وخلف هذا المبنى بهذا الشكل المائل الانفجار. نبحث عن هذا المبنى أولا في شاد أباد في العاصمة الإيرانية طهران. هذه هي طهران إلى جنوب غربها وإلى جنوب مطار مهر آباد يأتي هذا المبنى الذي كنا نراه قبل قليل. نأخذ صورة أوضح بالقمر الصناعي لكي يصبح هذا المبنى واضحا لنا، وطبعا بالابتعاد قليلا من هذا المبنى الصورة واللقطة كانت بهذا الشكل تقريبا. نأخذ صورة أو أحدث صورة في القمر الصناعي لتوضح لنا بأننا أمام نفس الطريق، نفس الأعمال على الطريق أو الحفريات الجارية هنا، وهذا هو نفس المبنى، وهذا يعني أن الانفجار كان قد طال هذه المجمعات، مجمعات تحتوي على العديد من المحال والشركات، وتحديدا سنلاحظ بأننا أمام هذه المجمعات هي التي جاء بها الانفجار. ولكن إذا ما حاولنا أن ندقق بشكل أفضل أي من هذه المباني هي التي انفجرت، هذا الأمر تم تحديثه بالقمر الصناعي يوم أمس تحديدا لنفس هذه الصورة. تلاحظ هذا هو الموقع بالقمر الصناعي، نحاول أن نقترب من هذه المباني، وإذا ما اتجهنا مباشرة إلى هذه المجمعات في 13 من أكتوبر أي يوم أمس سترى بأن طبيعة هذا الانفجار كان قد طال المجمع رقم 4 بلوك دي تحديدا، وهنالك أضرار نوعا ما في هذا المجمع الذي هو يعتبر المجمع الثالث طبعا الذي نتحدث عنه بلوك سي. وبالتالي واضح جدا بأن الانفجار كان قد طال هذا المجمع الذي نراه هنا. وإذا ما حاولنا أن ندقق بطبيعة الشركات الموجودة في هذه النقطة، هنالك العديد من الشركات في حقيقة الأمر. لاحظ هذه الصورة تعرف لك طبيعة الشركات وجميع الشركات التي نتحدث عنها، والشركة المثيرة للاهتمام في هذه النقطة التي كانت قد انفجرت هي إيزي بايب. هذه الشركة أساسا هي متخصصة في عملية إنتاج الصمامات والأنابيب التي تدخل في صناعة الغاز، ولكن بحسب إيران انترناشونال وموقع انتل تايمز أشاروا بشكل واضح بأن مثل هذه الصناعات ممكن أيضا أن تدخل في محطات تحويل وتخصيب اليورانيوم. كذلك نفس هذه المصادر كانت قد أشارت إلى أن هنالك شركة أخرى مثيرة للاهتمام في ذلك المجمع وهي شركة كلانيز. أكدوا بأن هذه الشركة تقدم خدمات التصميم الهندسي لإنتاج ضواغط وصمامات أجهزة الطرد المركزية التي تعتبر هي أساس عملية تخصيب اليورانيوم في المفاعلات النووية. وشاد أباد ليست بالغريبة أبدا على الانفجارات الغامضة التي نراها بين فترة وأخرى أو حتى عمليات الموساد الإسرائيلي تحديدا، وواحدة من أهم الأدلة وآخر الأدلة التي نشرت عن الانفجارات في شاد أباد هي خلال مارس من هذا العام بحسب يدعوت أحرنوت وعدد من المصادر الأخرى التي أكدت بأن الانفجار الذي تم في عام 2020 في شاد أباد في نفس المنطقة في ورشة لأسلحة ذرية سرية كانت قد تمت من قبل إسرائيل وتحديدا الموساد الإسرائيلي. كذلك هذا الانفجار الذي نتحدث عنه هو يأتي بعد 12 يوما فقط، أقل من أسبوعين من الهجوم الإيراني الصاروخي الكبير على إسرائيل، وكذلك أن هذا الانفجار يأتي بعد ضغط كبير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على بنيامين نتنياهو وإدارته بأن لا يستهدف المفاعلات النووية أو حتى المنشآت النفطية أو مصافي تكرير النفط، وذلك للابتعاد عن أي حرب إقليمية ممكن أن تحدث بسبب استهداف عسكري واضح. وهذا هو الذي يرفع يد الموساد الإسرائيلي لكي ينفذ مثل هذه العمليات في توقيتات مختلفة عن الردة العسكرية الإسرائيلية المتوقع باتجاه الجانب الإيراني. وبالتالي وبشكل عام ولكي نفهم ما الذي جرى هنا وما الذي تحاول القيام به إسرائيل،
هو أن المفاعلات النووية الإيرانية بطبيعتها بحاجة لأجهزة طرد مركزية لتخصيب اليورانيوم. أجهزة الطرد المركزية بحاجة إلى ورشة لتصنيع هذه الأجهزة مثل ما هو موجود أساسا في كرج، وكذلك أن هذه الورشة أو الورشات غير قادرة على تصنيع أجهزة الطرد المركزية إلا إذا كانت هنالك شركات للمعادن مثل الشركات التي تحدثنا عنها التي توفر الأساسيات المطلوبة من الضواغط أو الصمامات أو الأنابيب لصناعة أجهزة الطرد المركزية. بالتالي كل شيء يمر بدائرة بهذه الطريقة كي تصل أجهزة الطرد المركزية إلى المفاعلات النووية ويتم تخصيب اليورانيوم. وعلى هذا الأساس ما قامت به إسرائيل هنا هو استهداف غير مباشر لهذه الشركات، وذلك لإبطاء عملية الإنتاج لأجهزة الطرد المركزية ولجعل هذه الشركات أو الورش غير قادرة على تزويد المفاعلات النووية بأجهزة الطرد المركزية. يكون هنالك تحديدا لعمل هذه الورش بشكل عام، وهو الذي يضع المفاعلات النووية في موقف ليس بالسهل أبدا إذا ما أرادوا إضافة المزيد من أجهزة الطرد المركزية من أجل عمليات تخصيب أعلى في المستقبل. وهذا أيضا قد يشير بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأنه يعد لعملية خفية أخرى للموساد الإسرائيلي أساسا لتفجيرات في المفاعلات النووية كما فعلوا مرارا وتكرارا في مفاعل ناتانز، خاصة وأن الجانب الإيراني في الفترة الأخيرة وفي الأشهر الأخيرة قاموا بإضافة العديد من أجهزة الطرد المركزية المتقدمة في منشأتي ناتانز وكذلك منشأة فوردو، وهذا هو الذي ساعدهم بتخصيب اليورانيوم بنسبة عالية بنسبة 60% وجعلهم قادرين بحسب العديد من التقارير حتى منها من الصادر من البنتاغون من اتخاذ قرار للوصول للقنبلة النووية متى ما أرادوا ومتى ما شاءوا. وطبعا هو الأمر لن يتم إلا بفتوى من المرشد الأعلى الإيراني، إن أعطى الفتوى فإن إيران قادرة على المستوى الفني للوصول للقنبلة النووية مع كل هذه الظروف. وهذه المسألة تبقي إيران قوية ليس فقط في مواجهة إسرائيل وإنما في مواجهة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في كل ما يجري في المسألة النووية وغيرها. وبالتالي إسرائيل أن تقطع كل هذه الخطوط على المفاعلات النووية الآن وإيصال أجهزة الطرد المركزية هو قد يشير إلى أن إسرائيل ستستغل مسألة وجود العديد والكثير من أجهزة الطرد المركزية في هذه المفاعلات لتحدث عملا أيضا خفيا من قبل الموساد الإسرائيلي، إن كان الآن إن كان بعد أسبوع إن كان بعد شهر. بغض النظر هم يقوموا باختيار هذا الوقت، سيؤدي هذا الأمر إلى انفجار كبير داخل هذه المفاعلات النووية بسبب كثرة أجهزة الطرد المركزية، وسيؤدي هذا إلى دمار تقريبا كل أجهزة الطرد المركزية بسبب أن هذه الأجهزة رقيقة للغاية في طبيعتها، وممكن هذا أن يتسبب بضرر للجانب الإيراني سيكون غير قادر في حقيقة الأمر على التقدم مرة أخرى تخصيب اليورانيوم بشكل عال، وسيتأخر لأشهر قد تكون حتى لأكثر من سنة لإعادة الأمور على ما كانت عليه، وبالتالي تأخير إيران من الوصول للقنبلة النووية. وهذا كله ببساطة يشير إلى أن إسرائيل فعلا قد تنفذ عملية وضربة للرد على الجانب الإيراني بعد الهجوم الذي شهدناه في الأول من أكتوبر، لكنها ضربة ستطال المواقع العسكرية ومحدودة مع رفع يد الموساد في تنفيذ مثل هذه العمليات التي تبدو واضحة على مستوى البصمات بأن الموساد قد يكون فعلا خلف هذه العملية، خاصة وأن الجانب الإيراني قد أرسل رسالة لإسرائيل عبر الولايات المتحدة الأمريكية إن قامت إسرائيل بضربة محدودة تنتهي الجولة إلى هذا الحد، رغم كل التهديدات القادمة من الحرس الثوري الإيراني والقيادة الإيرانية بأنها سترد على أي ضربة إسرائيلية، لكنهم قالوا الضربة محدودة لن نرد في نهاية المطاف. وهذا هو بالضبط الأمر الذي ذكره مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية في نفس يوم الانفجار في شاد آباد تحديدا، ذكر المرصد أو مركز الروابط للدراسات والبحوث الاستراتيجية الآتي: القادم من الأحداث سيتمثل بضربة عسكرية حيوية إسرائيلية محدودة التأثير ولكنها ستكون مؤثرة وموجعة. وبالكلام عن أنها ستكون ضربة مؤثرة وموجعة، الأمر يبدو واضحا من تصريحات صدرت اليوم من قبل وزير المالية الإسرائيلي المتطرف اليميني في حكومة بنيامين نتنياهو سموتريتش، الذي قال بأنه راض عن خطط الهجوم المقترحة ردا على الهجوم الإيراني. وهذه مسألة
مهمة للغاية في طبيعة الضربة العسكرية المتوقعة من قبل إسرائيل على إيران، تحديدا بأن المواقع العسكرية هي التي فعلا قد تستهدف في ظل كل هذه التفاصيل التي تحدثنا عنها. على سبيل المثال المواقع بالنقاط باللون الأحمر وهي مصانع صاروخية أو للصواريخ البالستية الإيرانية، مرشح جدا لإسرائيل أن تقوم باستهدافها إن كانت في أصفهان أو في أي منطقة أخرى. وكذلك أيضا في نفس الوقت النقاط الخضراء التي نراها هنا هي تمثل المواقع الخاصة بالطائرات الحربية أو صناعة الطائرات المسيرة تحديدا، هي أيضا الأخرى من الممكن أن تكون مستهدفة من قبل الجانب الإسرائيلي، خاصة المعاقبة أمريكيا منها، خاصة وأن مسألة الطائرات المسيرة الآن أحدثت تطورا كبيرا على إسرائيل. مساء يوم أمس كان هنالك استهدافا ناجحا لحزب الله اللبناني بطائرة مسيرة على قاعدة جولاني التي هي تأتي بالقرب طبعا من حيفا، كانت قد استهدفت بطائرة مسيرة بهذه الطريقة. الطائرة المسيرة كانت قد اخترقت هذه المنطقة وأدت في نهاية المطاف إلى ما يقارب أو ما يقرب 61 جريحا من الجنود الإسرائيليين في هذه القاعدة ومقتل 4 جنود. واتضح بأن الطائرة المستخدمة هي من طائرة مرصاد واحد، ومرصاد واحد هي أساسا طائرة أبابيل الإيرانية المعروفة التي يمتلكها حزب الله اللبناني، وهي من صناعة شركة إيرانية وهي شركة هيسا المعاقبة، هيسا أبابيل المعاقبة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. بالتالي هذا من الممكن أن يكون هدفا واضحا بالنسبة للجانب الإسرائيلي إذا ما قام باستهدافه بكل تأكيد، ومرشحة جدا هذه الأهداف أن تضرب من قبل إسرائيل بكل تأكيد.